السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا النهارده في فيديو جديد. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنستخدم ايه. هستخدم اللولي ده ومعاه الخرز البرم، خرز برم ذهبي، والابره بتاعت الخرز هي رفيعه. الخيط هنا خيط خياطه عادي على فتلتين. باخد اربع خرزات ولولايه وبعدين اربع خرزات، ده كده اللي ببتدي بيه. ممكن طبعا تبقى لجوه كده وممكن على الحرف، فانا هبتدي الاول اعمل معاكو الغرزه اللي على الحرف. طبعا بنزلهم كده علشان اعرف المسافه فين بالظبط، ادخل قبل النهايه بشويه. كده وبعدين برجع خرزيه واحده بس. هنا انا واخده كنت في الاول اربعه، دلوقتي انا هاخد ثلاثه علشان اللي تحت دي مشتركة ما بين الجزئين. خدت تلاتة ولولاية وبعدين اربعة. برضو هنا اخدت برضو تلاتة وبعدين هاخد اللولاية وبعدين اربعة، زي ما انت عايزه بقى العدد، لو عايزه اكتر من كده، عايزه اقل من كده، حسب الحاجه اللي بتعمليها وحسب ما انت عايزه. ده ممكن يبقى على حرف كم مثلا، ممكن يبقى على حرف رقبه، زي ما انت عايزه، على حرف بادي مثلا، على الكمام بتاعه البادي. طريقه بسيطه وفي نفس الوقت شكلها حلو جدا. احنا بنعمل بخامات بسيطة حاجة تطلع تحفة وتطلع جميلة. شايفين الشكل بقى حلو ازاي؟ كده بقى طريقة تانية بنفس العدد اللي احنا واخدينه ده، بس هنخليه جوه القماش كده، هيبقى مايل بالشكل ده. بس هنا بقى يعني العدد يبقى مظبوط عشان مفيش خرزة مشتركة ولا حاجة. فواخده أربعة لولاية وبعدين أربعة، الشكل برضو بيطلع جميل قوي. كده الشكلين اهو، الفرق بينهم هنا، بس انا هثبت. هو ده على الحرف وده داخل لجوه. ممكن تعملي جوه بقى خرز تاني، ممكن تسيبيه كده زي ما انت عايزه. هنعمل مع بعض طريقه جديده كمان هنستخدم فيها الخرز ده. اهو شكله، هو من بره شفاف ومن جوه ابيض. ومعاه كمان اللولي الابيض برضو، بالمكونين دول بس او بالخامتين دول بس هنعمل حاجة جميلة جدا. بصوا شكلها ايه، اول واحده خدت ثلاث خرزات وبعدين اللولايه وبعدين خرزه، زي ما انتوا شايفين كده، بعدي الخرزه وبعدين بدخل في اللولايه بالشكل ده، وبعدين برجع اخد ثلاث خرزات تاني اهي.
طبعا بخلي المسافة ضيقة علشان تبقى عالية بالشكل ده، وبرجع خرزة. يبقى انا الخرزة اللي رجعتها دي مش هحسبها معايا، هاخد خرزتين تاني بس، وبعدين لولاية وخرزاي، بسيب الخرزة وبدخل في اللولاية واخد 3 خرزات. وبرجع واحدة اهو بالشكل ده. ممكن بقى تطولي اكتر، تقللي في عدد الخرز زي ما انت عايزة. ممكن تشيلي الولاية خالص، نستغنى عنها ونعمل كله بالخرز برضو زي ما انت عايزة. يعني ممكن تبتكري كده وتخترعي شوية افكار وحاجات جديدة لحاجتك، بحاجات بسيطة جدا ممكن تعملي حاجة هتطلع حلوة قوي. بصوا الجمال، ايه رأيكم؟ بقت تحفة تحفة تحفة. هفكها اهي، شايفين الشكل؟ لو على كم هتبقى بالشكل ده. لو عايزة بقى تداري الخياطة دي ممكن نعمل صف عليها تاني، فانا هعمله دلوقتي برضو واوريه لكم هيبقى شكله ايه. باخد 3 خرزات بشوف كده المسافة بتاعتهم قد ايه وبرجع خرزاي. معلش كده ايه الحتة دي ما اتصورتش معي. هنا خدت خرزتين عشان كان في واحدة من الاول اللي انا برجع اهي، برجع واحدة وباخد 2 عليها، بمشي العكس او بمشي لفوق شوية كده وبرجع واحدة. يعني مش بطلع لقدام، انا برجع لورا علشان اعرف اخد الخرزايه اللي هي الفاصله دي اللي برجع.
ثبت اهو بعد ما خلص، شايفين عامل ازاي؟ اهي الشكل بقى لو هو على كم شكله بيبقى كده، وده الاولاني كده. ولو كده هيبقى يعني انا بس ايه يعني بجرب بس كده بوريكو بيبقى شكله ايه بعد ما بيخلص. هما جزئين. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يعمل اشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.